لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أحبائي، يمكن في عندك طلبة معينة في حياتك، في داخلك، يمكن لك سنين عم بتصلي وعم تتساءل شو الحكمة من وراء الموضوع. أنا بحب أكد لك هون، الرب يسوع نفسه بيتكلم عن تأكيد الصلاة المستجابة عندما نطلب بحسب مشيئة الآب، عندما نطلب بالإيمان، وعندما نطلب من كل القلب، وعندما نطلب ليست طلبات أنانية. أكيد الله عنده غرض. لما بتصلي بالروح، لما بتصلي حسب مشيئة الآب، وبتصلي بالإيمان، وبتسأل هذه الأمور، الله بيتواصل، الله بيتفاعل، الله بيعلن عن ذاته. أنا بصلي اليوم من كلمات يسوع المسيح، عندما تقرع الله بيستجيب الصلاة مهما كان احتياجك ومهما كانت طلبتك. إذا بتحتاج لشفاء، إذا بتحتاج لتسديد الاحتياج، بتحتاج لبركة، من بحيرة طبرية بصلي في اسم الرب يسوع إنه يباركك اليوم.